على اساس اللي كتقاضى اجر شهري اللي كتفوق 50000 درهم كعشر ساعات شهري الى لاعبين اللي كيمارسوا في المنتخب الوطني، وعناصر اللي كيستخدموها الفرق كاملين من الاجانب باش يدعموا الصفوف ديال الفريق، لان المستوى ديال القسم ممتاز ومستوى عالي. حنا كنكتب تأينا ان خصنا نواكبوا التطور والمرحله، فما كانش كيمكن اننا نبقاو نكتفيو بالعناصر المحليه، لان الضروره استدعت اننا حنا نستقدموا على العناصر، والفرق كامله خدامه على جلب العناصر، لان السوق دابا مفتوح والفرق كامله، لان كما اشار السيد احمد الوقت كان شويه ضيق وجات الامور كتقلب اللاعبين كتستقطب اللاعبين وكترص الصفوف ديالها. حنا حتى حنا وكبنا هذه المرحله هذه ارتئينا اننا نجيب عناصر جوج عناصر من امريكا باش من الاضافه، ارتئينا ان نطعموا الفريق ديالنا بعناصر على الصعيد الوطني اللي عندها تجربه وتكون اضافه بالنسبه للعناصر ديالنا. كنظن بان الان عندنا فريق، ولا يمكن نقولها وكنعنيها اننا عندنا فريق، ربما انا كنظن اننا حنا عندنا هذه الكلمه في هذه العام السنه هذه عندنا هذه الكلمه فيما يخص البطولات القسم الوطني الممتاز. كنظن اننا عندنا فريق منافس، ربما السي احمد ما كيبغيش يعطي وعود، ولكن انا بحكم التجربه ديالي كنظن اننا هاد السنة هادي يمكن نفسو في الصف الأولى، ويمكن نحققو شي مفاجأة على الصعيد الوطني. العقود هي مكلفة، غتكون مكلفة بالنسبة للفريق، ولكن حنا كما عهدناكم أننا دائما كنتحمل المسؤولية، دائما ماشي مجازفة، ولكن كنكونو عند الوعد. فمكان يمكنش اننا حنايا، لان كاين بزاف الناس كرهنوا انه اصعب مرحله هي السنه الاولى في كل قسم، فالسنه الاولى كتكون صعيبه بزاف بالنسبه للفريق اللي كيكون صعيبه. حنا ما يمكنش اننا نسقطوا في ديك الفخ اننا نطلعوا ومن بعد نوليو نحصلوا على النكبات، هذه هي اخطر مرحله. حنا واعيين بها، كنوعدكم باننا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه السنه غادي نكونوا في مستوى، غنشرفوا المدينة، غنشرفوا اسم الفريق، وغتكون الدلالة الكريمة على الصعيد الوطني. هذا فيما يخص تفاصيل العقود واللاعبين. فريق إناث، فعلا فريق إناث هو تنوى في بحث الأنظار ديالنا، لاحظتوا بأنه في وقت وجيز استطعنا أننا نوصلوا فريق إناث للقسم الوطني الأول. وبعد ذلك كان القسم الوطني الاول، لان ماشي تخطينا مستويات. هذه السنه هذه كما في السنوات اللي مرت، اننا الهدف ديالنا هو اننا نحافظوا على المكانه ديالنا بمعنى. غادي يجي البروجي من بعد، يعني المشروع للنهوض بالقسم بالفئه ديال العنصر النسوي غادي يجينا مباشره من بعد هذه السنه هذه ديال تثبيت الاقدام ديال الفريق الذكور ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنوعدكم بانه ابتداء من السنه المقبله يكون عندنا هدف بالنسبه للعنصر النسوي ونطوروه، وان شاء الله فلما لا نوصلوا به حتى هو للقسم الممتاز. هذا من الاهداف ديالنا. العنصر النسوي دائما كان محط الانتباه، وكنشكر بهذه المناسبه اللاعبات. فالسبب بالنسبه لنا حنا كنكتب هو اللاعبين واللاعبات، كل شيء يتحمل مسؤوليته من جهته. العلاقه اللي بيناتنا ديال العائله هي اللي كتخلينا اننا نحققوا الاهداف ونحققوا النتائج. هذا يخص الاناث. انا كنوعدكم بان ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزوا هذه السنه هذه السنه اللي نجا نخدموا على الهدف اننا نصعدوا فريق الاناث. حنا في غياب القاعه المغطاه فصعيب علينا اننا نديروا بلاصه نشتغلوا فيها طيله السنه، وعارفين الظروف ديال المناخ والظروف اللي كتعيشها بنا العرائش الرطوبه، فما يمكنش نشتغلوا مع وليدات صغار في الظروف ديال المناخ اللي هي صعيبه بالنسبه لديك العرائش.
هذا لا يعني باننا ما كنعتنيش بالفئه الصغرى، فاحنا الفئه الصغرى لحد الان عطينا المسؤوليه للسي ابراهيم العباس اللي ربما الرقم ربما بالنسبه للفئه الصغرى كيتجاوز 100 طفل. احنا كنشتغلوا بجميع الفئات العمريه، فابراهيم العباس هو اللي عطينا هذه المسؤوليه هذه، زائد اننا دخلنا في شراكات، وهذا هذه السياسه ديالنا من دائما منذ التاسيس، اننا عندنا شراكات مع مدارس تعليميه، عندنا شراكات معاهم اللي حنا كنمشيو نعطيو لهم بعض التكوينات، وكنديروا بعض اللقاءات اللي بعض الدوليات. فاحنا بهذا الجانب هذا كنشتغلوا مع الفئه العمريه. فيما يخص السؤال ديال دار شرفو، المشروع وبداية التأسيس لحد الآن، أنا غادي نتكلم على بداية التأسيس والمرحلة اللي وصلنا لها. حنا الكل كيعرف بأن ليكسوس العرائش تأسس سنة 2008، اشتغلنا في السنوات الأولى على تأسيس، على توسيع قاعدة المشتركين، على الترميم ديال البنية الداخلية ديال الفريق، واشتغلنا باش نعطيو الكلمة ديال ليكسوس انها تولي تفرض الوجود ديالها على الساحه الرياضيه، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني. من بعد 2015 دوزنا الاهداف، وربما انتم كتعرفوا انتم كنتوا معنا المرحله هذه كامله، كان صعيب علينا اننا ندوزوا الاهداف، وهذا هو كان المشكل الرئيسي بالنسبه للعرائش، بالنسبه للرياضات اللي كتلعب في القاعه. حيث كتعرفوا جميعا ان بالنسبه للرياضات ديال كره السله، فإن فوا تكون خصك تدوز القسم الوطني الثاني، المفروض عليك تكون عندك قاعة مغطاة. ما كاينش قاعة مغطاة يعني محكوم عليك تبقى في بلانير تروازيام ديفيزيون. حنا خدينا على العاتق ديالنا أننا نخدمو على الهدف أننا نطلعو القسم الوطني الثاني، ولو في غياب القاعة المغطاة، لأن كاين بزاف الناس كيقولوا بأنه مايمكنش تكون عندك هدف أنك تطلع القسم الوطني الثاني وأنت ما عندكش الظروف ديال الممارسة القاعة المغطاة. حنا كمكتب وسألنا أننا خصنا ناخذوا المغامرة باش نحملوا المسؤولية للجميع، باش الناس هما خصهم يخاطروا لها. أنا كنوجه لي أنا والكلمة للسلطات المحلية ديال المدينة والإقليم، باش هما يتحملوا مسؤوليتهم فيما يخص القاعة المغطاة. فحنايا سألنا أننا نحرقوا المراحل، ندوزوا المرحلة الثانية. صعدنا القسم الوطني الثاني، والمناسبة أننا التجربة ديال القسم الوطني الثالث اللي كنا استطعنا فيها هدف أننا نطلعوا القسم الوطني الثاني، كنا حصلنا على بطل المغرب. كانت العرائش، كانت ليكسوس العرائش بطل المغرب في ديك السنوات ربما كتذكروها. دوزنا للمراحل الثانية مباشرة دوزنا الأهداف، القسم الوطني الثاني، القسم الوطني الأول، والسنة اللي مرت أو الثالث سنة اللي مرت كان عندنا كهدف أننا ندوزوا القسم الممتاز. بزاف الناس كانوا كيتسائلوا كيفاش الفرقة اللي كتلعب برا خمس سنين هذه بعد دوز من هذا القسم الممتاز اللي هو مرحلة اللي هي صعيبة. حنا باقيين في العهد وباقيين إن شاء الله الرحمن الرحيم نتحمل المسؤولية والصعاب. هاد السنة هذه ما كانش ممكن أننا ننتقلوا نلعبوا في القصر الكبير، لأن الظروف ديال القاعة المغطاة ديال القصر الكبير غير مؤهلة باش نلعبوا فيها مباراة ديال القسم الممتاز. انتقلنا لمدينة طنجة، وفي الانتقال ديالنا ديما كاين صعوبات، ربما ماشي الأمور ماشي سهلة، يعني باش كتمشي تطلب قاعة من مدينة أخرى دايما بحال اللي كتمشي تسعى شي حاجة لواحد الإنسان اللي صعوبات. بالمناسبة كنشكر المدير الجهوي للشباب والرياضة المساعدة والتفاهم ديالو، وبحكم انه مدير جهوي يعني احنا في الجهه ديال طنجة تطوان الحسيمه، فرقينا منه الترحيب واستطعنا اننا كما قال السي احمد اننا ناخذوا ثلاثه حصص ديال التدريب، مع العلم اننا احنا دوزنا المرحله ديال فريق محترف، وحنا عندنا لاعبين محترفين اللي خصو يترين في الصباح وفي العشيه. خصو يترين بمصلحتنا احنا كفريق، انا خصو يترين لانه هو عنده عقد عمل وخصو يعمل الخدمه ديالو باش حنايا نحققوا النتائج. كيتعذر علينا اننا نحصلوا على قاعه مغطاه باش نمارسوا التدريب العاديه اللي كيمارسوها فرق خارج المنافسه. بالنسبه لنا حنايا كنظن جميع الفرق عندها قاعه مخصصه ليها اللي كتحضر الاوقات الكامله باش تعمل التدريب.
فمره اخرى كنوجه النداء ديالي للسلطات المحليه والمعنيه بالامر انها تسرع في ايجاد القاع المغطاه وتسرع في باش تكمل القاع المغطاه ديال المغرب الجديد. فيما يخص وسيله النقل، وسيله النقل احنا كما كتعرفوا انه هذه السنه هذه عندنا مشكل ديال وسيله النقل. كان احنا كفريق ليكسوس كنا في 2015 من طلعنا القسم الوطني الثاني كنا حصلنا على وسيله نقل. كانت اتفاقيه انه مبادره وطنيه تعطينا وسيله النقل بالانجاز اللي لحقنا عليها، وحكم اننا كنتنقلوا كل ساعه فعلا استطعنا ان نحصل على وسيله النقل. ولكن كان ارتأى بعض العناصر وبعض الاخوان من المجلس البلدي انه دوز هذه الوسيله النقل عن طريق البلديه باش حنا يكون عندنا الامتياز اننا نستافدوا من الغازوال من الشيفور من الوراق ديال السياره. حنا جاتنا فكره بانها استحسنا الفكره على اساس هذه الاتفاقيه هذه اننا نتعفاو من الغازوال